السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، يا مرحبا ويا مسهلا. قبل أن أبدأ متحمس مبسوط صح؟ لا والله قبل أبي لا في اشتراك بقالي 14 والله ادعيهم تكفون شيلوا الاشتراك لا يوصل الله يوفق هذا اللي يرزق ولكن اللي فيه الخير الخير يشترك اسال الله انه يسعد امين امين ويتسخر فار دمي لكن اللي عارفه انا ونايف واحد منا بيكذب واحد منا بيقول سالفه ليه ما نكسل لي ونلعب برا السالفه لا 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 احمد طفشان طفشان لا والله لا قسم بالله العظيم اني منك ما عندي مقاطع جوا قال عندي مقطع طيب انا ونايف واحد منا بيقول سالفه صدق وسالفه كذب كذلك احمد وابو نوح واحد بيقول سالفه صدق وسالفه كذب لكن انا نواف ايش يقول لا الموضوع انا ونايف نحاول نكفك مين السالفه اللي يقولك اللي قال هذا برضو بيكون سالفة وحنا أنا ونايف أيوة هذا بيكون سالفة وهذا بيكون سالفة في واحد منهم بيكذب حنا أنا وهذا بنكفر وكذلك خلاص أنت المقطع ما بيكذب هذه قبل سنين يومني بزر كان معي جوال الفارس على نزلته بيجي وامشي بالشارع الصباح الساعة 5 الفجر يعني واحد كبير قال أعطني جوالك بكلمك يلا أخذ الجوال رقم هو يمشي وانا لاحقه اعطي الجوال يرضي بس قاعد اتكلم الو ايه سولف 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 اسا ابو ناس ايوه مشينا الا دخل عماره حقت هنود عماره تخوف يقول دقيقه بجيك دخل عماره وانا كنت جاي اموت ما ادخل وكل من حاره وشو قال وين دخلت هنا قالت استهبل هنا دخلت من 13 عام من ورا جرب الجوال اليوم كذا ما شفته ست سنين ما شاء الله كنا طالعين مول كل اهلي طالعين مول وانا من الزحمه كنت اقعد ورا اخر شيء فمتعود افتح الشنطه اللي ورا وانزل وحنا راجعين رحت السياره وفتحت الباب اللي ورا وركبت صكيت ونمت اسمع اصوات بالطريق مو صوت اهلي يمين يسار وشو رده فعل قاعد تصيح طلع مو بهالي ركبت سياره ثانيه بالغلط المهم وكانت في واحدة كبيرة يعني كانت شوية تلطف الأمور يوم شافت لسه خايف ولع على الأنوار رجعوني نفس المكان طلعوا هاللي ينتظرونا ها هنا هذا الشخص كويس اللي قدامك يعرف يروي أي قصة تبغاها بس خذ لك أي قصة خذ لك حاجة هذا قال حاجة ما لو طلع في النهاية إنه صدق يمكن تصير كارثة شلون عمره 6 سنوات و5 يتذكر سالفة زي كذا مستحيل عمره هذا وين كنا نتذكر سوالف احنا اصغر من كذا 6 سنوات هو يذكر سوالف اصغر من كذا 6 سنوات اي طيب 6 سنوات في اشياء تفصيلية قالها يوم كان كذا ولع النور هذا صعب انك مو بشرط مو بشرط طيب رايد لحظة خلينا نشوف رايد رايد ترى طقع هو يقول سالفة هدت معه ما بس يمكن يمثل عارف يمكن يمثل يا الله بس قاعد اشوف كم بالمية انه ممكن رايد سالفته صدق فانا صوت على هذا كذا يعني اي انا صوت على نايف صراحه احسه صادق هذا الكذاب يا اخي احس رايد والله صدق هو قصدك انه هو كذاب هو المقدم حق المقطع جالس يقولها تبي يقول سالفه كذب يعني قصدك انه صادق لا هو كذاب ما قالها زي يعني قصدي زي انا اي نايف صادق ورايد كذاب يلا 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 جريتهم انت قصه كوشي تخريف بالله عليك انا صدق اقسم بالله اقسم بالله العظيم يا عيال وين والله وانا وقت مدري ايش ضيعت اكملك السالفه قسم بالله اني شريت الفارس الثاني ولعبت كوره حطيته عند العرض وراح وانسرق يوم كان عمري 6 5 7 هكذا تحدي ما ادري والله ما ادري بالضبط كم كنت ببيت جدتي نوره طلبت مني جدتي اني اروح او قالت انه اسرع واحد يروح ينادي خالتكم من البيت الثاني ما ادري ايش بسوي لها حاجه يعني تمام وكانت جنبي بنت خالتي اكبر مني ثلاث سنتين وكانت متينه شوي فانا فزت قمت ابغى اروح اركض ونفزت هي قامت تركض معي قعدنا نركض من الحوش الاول الحوش الثاني من الحوش الاول الحوش الثاني لين وصلت البيت الثاني حق بيت خالي وكان الباب مفتوح مو مسكر الباب كان باب حديد ممتاز جيت ابي اطلع الدرج الاول والثاني عشان ادخل مع الباب وهي جنبي فعطتني كول ويسقع راسي في زاويه الباب وينشق من ذي الجهه فاللحظات هذه كانت خالتي جوا البيت واهلي في بيت الشعر برا والشغلات كانوا بالحوش فجت شغلتنا اسمها سوناري
سناري مسكتني وتصيح مدام مدام مدام، تسمع امي الصياح، تجي امي تركض منك وتشيلني امي وتديني عند المغسله، مغسله رجال بيت خالي. ايوه وانا اصيح واتشهد واتشهد. وانت عمرك 6 7؟ ايه اشهد ان لا اله. 6 7 تتشهد؟ ايه جاء ما خلصت توك. كمل والله حلوه حلوه جميله. سناري زي اوكي خلاص اجل. خلصت؟ خلصت. طيب يوم كنت في الابتدائي، ايه تقريبا في الابتدائي، كنت العب كوره، كنت فنان. المهم كنا متقدمين بنتيجه تقريبا فارق اثنين. صار مدرس البدنيه يلعب ضدنا، الكابتن اللي ضدنا حاقد عليه وكانت معه الكوره. جيت قمت سحبت الكوره منه، يوم سحبت الكوره قام هو رجع ودفني على زباله. لكن هيهات انا ادخل في الزباله؟ لا مستحيله. كويس مسكت الزباله كذا وتفاجأت ان قدامي عمود. اعوذ بالله، صفقت بالعمود. وصفقت بالعمود، سبب لي الجرح هذا. ترى الاخير هذا كتكت، هذا بيجرب الجرح، هذا بيجيب على خشبك. وهذا يقول انت تقول كنت كابتن الفريق؟ لا جاوب لا جاوب لا جاوب لا جاوب. كان يقول هو كابتن الفريق؟ ايه الفريق ذي كذبي. وين؟ ما اعرف ما اعرف ما اعرف. انا اقول احمد كذاب. اللي يفوز اختار؟ ايه يلا. هذا رقم قص. احمد كذاب. يلا الله صادق. احسنت يا احسنت. هذا يقول انا صايم صح؟ والله انقصتي حقيقه وقلتها بمقطع يوتيوب ناس يضحكون. طبعا في ثامر اصغر مني بسنتين، وجهه ايزي اصغر مني باربع. ضربت ثامر، ضربت احنا صغار، وقام يبكي. وين راح احنا ابوي؟ يبغى رايد ضربني. ايش سوى ابوي؟ قال وقف هنا ثامر تعال اضرب. ردت فعل ثامر جاء وانا ساكت كذا مسوي كذا انه تخوف. ايه ابى اخوف انه ثامر اسمه انا بجيك مره بجيك. اعطاني كف صفر اثنين اذان اثنين نط 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 نط. ايش سويت انا؟ بتسيت من غبنا. هذه قصتي انا. تفضل استاذ نايف عندك الموضوع. كان عندي جمس جايبه من امريكا طويل مره كذا مرتفع. رحت فيه مشوار بعيد شغل، كنت ما نمت كذا، كان فجر زي ما تقولون فجر العيد كذا، كان فجر العيد. طلع للمشوار تقريبا ساعتين عن جدة، والله وانا امشي وفيني نوم، والسيارة ماسك الخط اللي في النص، كل شوية غفي واقوم والقى نفسي ماشي 160، المهم لعلي غطيت زيادة، واقوم والسيارة متجهة على الشبك اللي بنص الطريق على 160، جمس كبير. ردة فعلي وشو؟ لفيت الدركسون ويزحف الجمس على بالطريق مع 160 على طول. هو رجع، انا كسرت عشان ابغى ارجع، زحف الجهه الثانيه زحفتين جمس مره مره كبير. انا بس خايف انه ياخذ عيون القطط ذول اللي في الارض ويقلب، انا بس استنى القلبه لين يوم كمل الزحفه الثانيه ويتعدل هو من نفسه على التراب على تقريبا 100-120. شوفون الغبار وراي. المهم حسيت بالموت، حسيت اني مت. وقفت على جنب، ما اقدر امشي، ما اقدر اسوي شيء. جلست يمكن بنص ساعه، سجدت فرحت ودعيت. ايوه مش اللي ببالك صادق كذاب. هذا صادق هذا كذاب؟ ايه. انا ما احلل على القصه، تحسبني قاعد لا على الوجيه. لا ولا على الوجيه، ها؟ على الطريقه اللي بيستخدمونها. ايش رايك صادق هذا كذاب؟ نعم وايد اعطانا سالفه زق 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 لانها اطرف سالفه كذا عظيم. والمقصد انا افهم افهم راي خوي. شوف المقطع هذا يعني بيبرد وجهي. يعني بطلع طالح صادق كذاب. يا اجرك على خشمك. ايوه على خشمك اجرك كذا. ايوه يا اخي اقسم بالله مو طبيعي. واحد من اعمامي عسكري قبل تقريبا 10 سنوات كان في طلق نار في احد الاحياء عندنا في الدمام، كورنيش الدمام اتوقع او ما ادري قطيف ناسي بالضبط. ممتاز. وكانوا في جماعه متجمعه في احد البيوت، وكان عمي مباشر مشارك بذيك الحاله، وكان في طلق نار كثيف. وعمي جت طلقه بس انه ما جاء شيء يعني كان سليم الحمد لله. واستمر الحصار 3 ايام ومسكوهم قبل حول 10 سنين في شريط اسمه انا اول شيء لاعب ايش؟ لاعب كول اوف ديوتي. احسنت. فنان بكول اوف ديوتي. لعبنا بطوله، وصلنا في البطوله هذه للنهائي. مين ضدنا في النهائي؟ احمد وفاز عليك. وانت حقت كتفور. اي احدد ايه حقت كتفور. قبل فتره قريب مو بعيده قريبه مره كنا متجمعين انا واحمد وبنوح سولف الموضوع هذا، لذلك ابو نوح بيكذب الحين يبي يقول ايه صادق صادق هو كذاب وهذا الصادق. ركز فين ركز فين ركز فين. خليني اقول لك شيء. شوف موضوع له هم
ضابط او شيء من هالقبيل، ترى اذكر شيء زي كذا قبل سنة طلب مني تفسير حلم اني اكلم شو اسمه ذا في عسكري باس ايوه، قال قال لك من عسكري، قال ايه عمي لا والله قال بس ما ادري يمكن بيجيب لنا واحد من اقاربه بالنهايه بيلف الموضوع. السالفه قريبه سوالف عندي قبل شوي انت. طيب خلاص بثبت معك والله ايه انت كذاب وهذا صادق. هلا ثبتوا؟ ايه ها ايه صح ياس ايوه الحمد لله والله يا والله ما نسيت ترى احمد الله يعطيكم العافيه يا جماعه الخير. المقطع هذا والله ما ادري شلون صار لكن ان شاء الله انكم استنستوا وعرفتوا مين الكذاب والصادق ومين الذكي. يعطيكم العافيه. السلام عليكم. لايك واشتراك. مع السلامه. اضغط على الصوره اللي هنا. شكرا للمشاهده. اضغط على الصوره هنا بيدخلك المتجر. الحق على الهوديات والجلسيات الجديده. شكرا. لا مو شكرا اصبر. وأرأيتوها كود خصم.